هي المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. يا فندم ألف مليون مبروك، يوم سعيد في الرياضة المصرية. الله يخليك فندم، الله يبارك فيك، ربنا يخليك. النهارده كان يوم مبروك لمصر. طبعا يا فندم، طبعا النهارده كان يوم حلو قوي، رفعتوا راسنا للسماء، فرحانين بعزف النشيد الوطني مع احمد الجندي، فرحانين بفضيه ساره. اليوم كان حلو يا فندم حتى لو اتاخر شويه. هو الحمد لله، طبعا الحمد لله اليوم كان جميل، وربنا جبرنا خاطرنا يعني، وجبر خاطر اللعيبه، واحنا لسه انا بكلم حضرتك واحنا قاعدين في مجتمعين كلنا. عظمه. الحقيقه احنا بنقول ان ساره سمير واحمد الجندي اللي نجحهم في هذه البطوله غير قوتهم البدنيه والتدريب والمعسكرات والاعداد الجيد والاهتمام من اتحاد رفع الاثقال واتحاد الخماسي، ان هم كان عندهم اكبر لعيبه كان عندها ثبات انفعالي. صحيح. لان الضغط الحقيقه اللي حصل على البعثه المصريه كان ضغط غير عادي، ومش مقدرين ان احنا يعني المجهود اللي اتبذل، وان كان فيه مشاكل كبيرة في اللجنة الأولمبية، بس آخر 6 شهور تم علاج المشاكل، والفترة قصيرة في الإعداد 3 سنين مش 4 سنين، في حاجات كتيرة جدا ما كانش ليها تقدير، وكان ضغط كبير جدا. الضغط من مين يا فندم؟ وما كانش التقدير من مين؟ ضغط من السوشيال ميديا طبعا، الإعلام المصري الرياضي والإعلام البناء طبعا ما فيش منه ضغط، إنما الضغط كان من السوشيال ميديا المجاميع ضد الرياضة المصرية يا فندم، لأنه ما يعني بغض النظر عن اي حاجه دول شباب مصر واولاد مصر، وكان لازم يبقى في صبر عشان نديهم فرص للفوز. النهارده عندنا 4 وصلوا للمركز الثالث والرابع، حصلوا على المركز الرابع، يعني كل الامور دي كان لازم يعني طيب تتوجه بدقه شديده. بص يا فندم، النهارده كده كده اليوم فرح وسعاده، بس انا عايز اسال حضرتك سؤال ببساطه. انت اكيد متابع السوشيال ميديا وشفت ازاي كل الشعب المصري النهارده فرحان وفخور بابطاله. نفس الناس دي هي اللي كانت عايزه تبقى فخوره بكل ابطالها اللي فاتوا، وهم واخدين ميداليات، هم مش جايين على ابطالهم، هم عايزين ابطالهم يبقى عندهم ميداليات. حضرتك بتتكلم على مين يا فندم بالظبط؟ على الاعلام الرياضي؟ احنا انا ما بتكلمش على الاعلام الرياضي، بتكلم على السوشيال ميديا. على السوشيال ميديا بعد اذنك فندم، بس بعد اذنك. لا، ما هو السوشيال ميديا دول، السوشيال ميديا دول الجماهير المصريه برضه يا فندم. لا، في سوشيال ميديا جماهير مصريه يا فندم برضه، بس في سوشيال ميديا كانت ضد البعثه. يعني انا كلامي واضح، حضرتك عاوز تقول تغير كلامي، خلاص حضرتك غير كلامي. انا ما غيرتش كلامك يا فندم، انا بس بوضح لك ان نفس السوشيال لا ميديا. لا حضرتك، ما انا حضرتك بتشرح لي وانا قاعد 18 يوم شايف بعيني. يعني حضرتك بتشرح لي حاجه انا شايفها بعيني. يعني حضرتك راضي يا فندم على اللي حصل من بعثتنا الاولمبيه في الاولمبياد بشكل عام؟ لو حضرتك راضي خلاص يبقى هم كانوا غلطانين. انا الحقيقه انا يعني حضرتك اللي حضرتك شايفه، مفيش مشكله. لا يا فندم، انا بتناقش مع حضرتك. لا خلاص يا فندم، مفيش، انا خلاص حضرتك. لا يا فندم خلاص، سيبك من السوشيال ميديا. انت بتكلمني، سيبك من السوشيال ميديا. لا يا فندم، انا اللي طلبت المداخله مش انا اللي دخلت فندم. ايوه طبعا يا فندم، وانا بحاول حضرتك بكل هدوء. حضرتك بتغير كلامي، انا بقول رايي، حضرتك هتحجر على رايي؟ لا خلاص يا فندم، لا رايك يحترم، لا رايك يحترم. لا لحظه واحده بعد اذنك يا فندم، لحظه واحده، انا بسالك يا فندم. ايوه يا فندم. طيب انا بسالك، هل حضرتك بشكل عام كرئيس للجنه الاولمبيه راضي عن بعثتنا المصريه؟ حضرتك احنا هنطلع تقارير فنيه هنقول احنا عملنا ايه للراي العام، لان احنا مهتمين ان الراي العام يعرف الصح والغلط ويعرف احنا حققنا ايه وعملنا ايه. يعني الكلام هيبقى كله في وقت ان شاء الله. بس حضرتك راضي؟ ايوه طبعا راضي، انا راضي، وانا مسؤول، وانا المسؤول اللي بتحمل كل النتائج، رغم ان انا جاي من 6 شهور. يعني انا جاي من 6 شهور انا اللي بتحمل كل النتائج. بس في رضا على الثلاث ميداليات الحمد لله. احنا ما بقول حضرتك انا المسؤول، وانا اللي هوضح كل الامور. وانا المسؤول عن كل حاجه فندم، رغم ان انا جاي من 6 شهور، بس انا مسؤول برضه. مهندس ياسر ادريس رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء.